متابعين حلقتنا لننتقل الى الميوزيك هول ونتابع وقائع العشاء الخيري يلي نظمته مؤسسه سينما لبنان وريع الحفل عاد لدعم المنتجين والمخرجين بلبنان. تفاصيل اكثر عن الحفل يلي احيا الفنان رامي خليفه منتابعه سوا، ومع هالتقرير بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بكره بنعطيكم موعد جديد بحلقه جديده من اخبار الصباح، انطرونا. باي. السينما اللبنانية عم بتقدم أفضل إنتاجاتها، كان لابد من أنه يكتروا الداعمين يوم بعد يوم. أول الداعمين بهالقطاع مؤسسة سينما لبنان يلي بتهتم بالسينما اللبنانية من خلال دعم المخرجين والمنتجين اللبنانيين. بهالمناسبة أقيم حفل خيري بالميوزيك هول لجمع تبرعات لدعم صندوق المؤسسة لتقدر تستمر بمساعدة المخرجين والسينمائيين للمشاركة بالمهرجانات العالمية وليشاركوا بورش عمل من تنظيم المؤسسة. حضر الحفل عدد من أهل السينما والشخصيات السياسية والمجتمع المدني المهتمين بدعم السينما اللبنانية، وبحضور وزير الثقافة رونيا ريجي ولما سلام والوزير نبيل دوفريج وعدد من السفراء. في عنا دعم أكبر بدي أقول من القطاع العام واللي عم بيساعدنا على بعض المشاريع، بس أكيد تنقدر نساعد هالسينمائيين لازم لنا إمكانات أكبر، ومشان هيك هالسهرة يعني مضطرين نعملها كل سنة، بس منجرب تكون سهرة حلوة، ومثل ما شفتي كانت سهرة حلوة كتير مع فنان رائع يعني بدع بيستوحى من هالصور عن بيروت وأفلام بيروت، وإن شاء الله يطلع عباله يألف موسيقى للأفلام. مؤسسة شريكة لوزارة الثقافة وفي بتربطنا فيها بروتوكول رسمي، هي بتساعد الوزارة بكل نشاطات السينما وعم بتقوم بواجبها على أكمل وجه. كلمة لرئيسة المؤسسة السيدة مايا دوفريش، وقدم الحفل مقدم البرامج سلام زعتري وأحياها الموسيقي رامي خليفة يلي لعب أجمل مقطوعاته الموسيقية على مقتطفات من أفلام لبنانية عديدة بتصور بيروت، ولعب الفيديو يواكيم أولايا. أنا لأنه اختصاصي سينما كان، وبنفس الوقت بنتقد كتير لأفلام اللبنانية، فهذا الشيء كان كتير انترستينج إنه حتى يشارك معهم يعني، بس منيح إنه صار هذا الشيء لأنه عم تلاحظ إنه كيف إنتاجات السينمائية عم بتزيد سنة عن سنة بلبنان. احترم الصورة اللي موجودة، لونها، أعطيها حياة بعد أكثر، رغم إنه الصور رغم إنه الصور يعني أوريدي كتير معبرين يعني وبيعبروا عن حالة، بس كتير سهل واحد يجيله الأفكار موسيقيا بس يشوف هيك صور المذهل. أنا بفتخر أنه أكون وزير ثقافي ببلد في فنانين مثل رامي خليفة ومارسيل خليفة. يعني اليوم إيضال جيت وحبت تشارك لتأكد على الشراكة المستمرة مع فونداسيون ليبان سينما، ونحن همنا دعم القطاعات الانتاجية بلبنان بشكل عام، وشايفين أنه قطاع السينما هو من القطاعات الواعدة واللي له مجال يتطور كتير كبير، ودورنا نحن كمؤسسة لتشجيع الاستثمار وتشجيع الصادرات وتشجيع القطاعات الانتاجية بلبنان ندعم هالقطاعات. بحاجة لدعم كتير قوي لأنه في فترة من
الرئيسيه يعني الشلل اللي مرقنا فيها خلال سنوات الحرب بلبنان. في كثير ناس بيعتبروا انه هالمؤسسه هيدي مثل كل العالم اللي بتشتغل بالسينما مثل المهرجانات مثلا، هيدي والحال المؤسسه بتساعد السينمائيين اللبنانيين، يعني بتدرب بتجيب خبرة من برا من شان هاللي حابب يشتغل بقطاع السينما يلي هو بيقدر يكون مهندس صوت، بيقدر يكون مهندس إنارة، بيقدر يكون كيف بيكتبوا سيناريو، بيقدر يكون كل شيء بيتعلق بالسينما، عم يعملوا دورات تدريبية للشغلة. أولا اللي شفناه اليوم خاصة بالمشاهد عن بيروت بجزء منه أنا شاغل بهالشي مع مارون بغدادي، وكان يعني بالنسبة لي تأثرت لأنه شفت هذا الخراب المستمر حتى اليوم، يعني تأثرت كتير. وطبعا رامي أعطى لهالصور ولهالمشاهد أعطاهن كتير من عنده. الحفل أظهر الوجه الفني والحضاري للبنان ومتع الحاضرين بأجواء موسيقية وسينمائية، وأصبح محطة سنوية بتجدد اللقاء بين السينمائيين وهواة السينما للتأكيد على الدعم والرغبة بتطور هالقطاع أكثر وأكثر.